أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. إلى جانب الحرب التي تخوضها اليمن مع جماعة الحوثي، هناك حرب من نوع آخر، وهي حرب المخدرات التي تنتشر في الآونة الأخيرة في أكثر من مدينة رئيسية في البلاد. تأتي هذه المخدرات عبر البحر ويتم توزيعها في أكثر من محافظة، خاصة في محافظات مثل عدن وأيضا في الحديدة وأيضا في تعز وحتى أيضا في العاصمة صنعاء. من يقف وراء هذه التجارة، ولماذا أصبحت رائجة بكل هذا القدر من الانتشار وأيضا التنظيم؟ ويبدو أن هناك أيضا جهات رئيسية هي التي تقف خلف تجارة المخدرات، هي من تسعى أو هي من تستخدم هذه التجارة ومن تقوم بتوزيعها على المحافظات. هل هناك قوة إقليمية أو دولية تقف وراء تجارة المخدرات في اليمن؟ الأمر بالأمر هو فقط يقوم على عصابات محلية هي من تستخدم هذه الآفة وتقوم بتوزيعها على المواطنين وخاصة على فئات الشباب. نتابع هذا التقرير الذي يرصد هذه الظاهرة، والتي أيضا باتت من القدرة حتى أنها اغتالت مدير مكافحة المخدرات في محافظة عدن، ومن ثم نعود للاستديو مع الضيوف الأعزاء. منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، والأجهزة الأمنية التابعة للشرعية تعلن القبض باستمرار على مهربي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة منها، وهي في طريقها إلى صعدة أو صنعاء وتتلفها قبل أن تصل إلى جماعة الحوثي التي تتاجر في الممنوعات وتوزع نوعا منها على مقاتليها بكميات محدودة. في المناطق المحررة هناك انتشار لظاهرة تعاطي المخدرات والخمور بأنواعها بين أوساط الشباب، وصارت حتى تتداول وتباع على الطرقات وفي بعض البقالات. تناول المخدرات والكحول ساهم في رفع معدل الجريمة الجنائية بشكل ملفت ومحش، ويهدد انتشارها تمزيق ما تبقى من نسيج اجتماعي وتماسك أسري، هي نتيجة حتمية لغياب الدولة وضعف أداء الأجهزة في ظل استمرار الحرب. فراغ كبير أدى إلى تحول بعض المناطق إلى سوق استهلاك لتلك المواد المحرمة. تعتمد جماعة الحوثي على المخدرات وحبوب الهلوسة كثيرا للسيطرة على مقاتليها وغسل أدمغتهم، كما تسعى لاستنساخ تجربة حزب الله وإيران بالاعتماد على تجارة المخدرات وتطويرها لتكون موردا أساسيا لتمويل أنشطتها ولنشر الفوضى في المنطقة. مركز بروكن غزة ذكر في وقت سابق بأن حزب الله وتنظيمي القاعدة وداعش يستغلان المخدرات صناعة وتهريبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحصول على العوائد المالية لدعم أنشطتها العسكرية إلى جانب أهداف أخرى، وهذا ما يفسر سر تدفق شحنات المخدرات والحشيش على مناطق سيطرة الحوثيين واستمرارها رغم إلقاء الجيش الوطني القبض على كميات كبيرة منها. ولا تقتصر تجارة الحوثيين للمخدرات على اليمن فحسب، لمرات عدة أحبطت قوات الأمن السعودية محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى أراضيها وتزايد مثل تلك الحالات بشكل لافت. فخلال 2016 قالت وزارة الداخلية السعودية إن ما ضبط خلال أشهر يوازي ما ضبط خلال 5 أعوام سابقة. في عدن اغتال مسلحون مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد فضل الصائل واثنين مرافقيه. صائل كان يعتزم إنشاء غرفة عمليات لاستلام بلاغات حول تعاطي المخدرات أو الترويج والإتجار بها، ودفع ثمن نشاطه وجديته في محاولة انتشال الشباب من وحل الإدمان والمخدرات ليستمر الفضاء مفتوحا لتجار المخدرات في ظل حرب دائرة وسلطات عاجزة. يمثل انتشار المخدرات والممنوعات بين أوساط الشباب تهديدا حقيقيا على المجتمع الذي يدفع ضريبة ارتفاع معدل الجريمة، والشباب الذي قد يدفع حياته ثمنا لذلك. فقبل أسابيع لقي العشرات من شباب عدن مصرعهم فيما أصيب آخرون نتيجة تناولهم مشروبا يحتوي على مادة سامة. أمريكا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، وارحب بضيفي العزيز الدكتور عبد الباقي الشمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء، وايضا سيكون معي عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ حسين الصوفي الصحفي والناشط الحقوقي من مارب، وايضا سيكون معي اكرم البجيري الاعلامي والناشط السياسي من عدن. بداية دكتور، كيف تفسر هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات التي توسعت مع الحرب؟ هل هي فقط من شغل عصابات محلية وجدت فراغا فاشتغلت بشكل كبير وواسع، أم هو ربما شغل إقليمي تقف وراءه أيضا دول؟ طبعا ظاهرة المخدرات هي ظاهرة
كلية، يعني بمعنى هنالك مجموعة من العناصر الداخلية وهناك مجموعة من الاستعدادات الفردية والجمعية للمواطن. بالنسبة للاستعداد يعني البيئة أو المناخ المجتمعي مع الحرب ومع انغلاق الآفاق، بمعنى أن هناك الشعب اليمني 70% منه شباب، هناك إيقاف مدارس، الطموحات تقل، الآمال تغلق، تدهور الأحوال المعيشية، غالبا يتم هناك إعداد هؤلاء الشباب خيارين: يا الذهاب نحو قوى أكبر وهي الله سبحانه وتعالى وتجهه إلى الصلاة وجزء من هؤلاء، يا تذهب نحو المخدرات وإلى آخره. هذا عنصر على مستوى التحليل، على مستوى الاستعداد، بمعنى هناك استعدادات سابقة متعلقة بالتربية والتنشية والميول، هناك جماعات يعني تقاوم وتذهب نحو القوى الأكبر، وهناك جماعات أخرى تسقط في هذا الفخ. لكن في مع غياب، وثانيا عنصر الثاني هو عنصر القانوني، بمعنى غياب الدولة، غياب مؤسسة الدولة، غياب الضبط، انفلات الأوضاع الأمنية، هذا يساعد جماعة التهريب على توزيع هذه البضاعة، بمعنى أن هناك جماعة مافيا، هناك تجار. اليمن كانت محطة ترانزيت لتوزيع المخدرات، أصبحت سوقا لك. أصبحت الآن سوق، وبالتالي هناك استهداف. ثم نأتي لعامل آخر، العامل المرتبط بجماعات منظمة ومنها الحوثيين. تقريبا هناك حديث لأن هناك تجربة حزب الله في نعم، الحوثيين يقومون بتجارة المخدرات والعش، هناك أكثر من دليل على ذلك. نعم لا لا، هنا لدينا ليس من دليل، هناك هم يعيدون تجربة حزب الله، وحزب الله معروف أنه لديه تجارة مخدرات في المناطق الجنوبية في لبنان، ويقوم ببيعها والاستثمار مواردها المالية للتزود بالسلاح وإلى آخره، ولدعم جماعته. الحوثيين يتخذون هذا المناخ، كما أن أيضا كثير من الشباب غير عقائديين بالنسبة للحوثي، يعني يجند عقائديين ويجند غير عقائديين. غير العقائديين بحاجة إلى هذه المواد لاستمرارهم بالاصطفاف معهم. بالتالي نحن أمام هنا ما يسمى بالمراحل الانتقالية المتوترة، بمعنى أنه في لحظات الاحتراب والحرب والتدهور المعيشي، هناك أيضا غير ظاهرة الذهاب إلى قوة أكبر اللي هو الله أو الذهاب نحو المخدرات، هناك حالة الانتحار المرتفعة، ترتفع نسب الانتحار، تتغير سلم القيم الاجتماعية، سلم القيم بمعنى هناك نسق من القيم يتبدل، نسق مثلا قد نجد هناك نوع من تدهور إخلاقي أسري، نلاحظ هناك نوع من وجود مثل قضايا بيع الجسد، من بيع أعضاء، حتى يعني أنا أقصد انحلال إخلاقي، وثم نعم. هناك أيضا بيع قطع جسدية طبية، هناك هنا نوصل إلى مرحلة من تغير سلم القيم ونسق النسق القيم الاجتماعي يتبدل مع هذه الظروف. داخل هذا الوضع المركب تأتي المنظمات المافيا، تأتي الجماعات السياسية المنظمة لتخترق هذا المجال. اليمن كانت مهيئة، لأن الآن لدينا في المناطق الجنوبية كما هو في مناطق الحوثيين، بمعنى أن الشعب اليمني استهدف استهداف كامل، يعني في كل جغرافيته، بمواد مخدرة رديئة، بمواد مخدرة من أدى الأنواع. هناك استهداف للشباب، كما نعلم لدينا تقريبا 5 مليون يمني من سن شهر إلى 5، وفي عندنا تقريبا 10 مليون من 5 سنوات، يعني نسبة الأقل سنا أو الشباب هي نسبة في كبيرة. السن الخطير تقريبا 10 مليون اللي هي من 7 إلى 14-18. هذا طبعا إحصائيات قديمة، أنا أحاول أن أقارب أرقام. نعم. يعني لما نجي نقارب هذه الأرقام، أنه عندنا شي إحصاء إلا 2004 آخر إحصاء، يعني تقريبا معنا 12-13 مليون يمني بسن المراهقة والشباب. هذا يعني أن هناك سوق رائجة للاستهداف. هؤلاء الشباب في حالة من الإحباط، في حالة من إغلاق الأفق، بمعنى أن أفقهم المستقبل، الدراسة الجامعية، الوظائف، ما إلى ذلك، هذا تذهب بها الحرب. يؤدي أمام غياب القانون، أمام وجود جماعات مافيا منظمة. سأعود إليك دكتور لمناقشة هذا الأمر من ناحية سلوكية للمجتمع، وأيضا معي حسين الصوفي الصحفي والناشط الحقوقي من مأرب، ونسمع
في كثير من الأخبار من مأرب أن هناك إلقاء القبض على مهربين حشيش ومهربين مخدرات وما إلى ذلك في النقاط الأمنية والعسكرية لمأرب. هل هناك إعلان عن عصابات منظمة أم ربما هي عصابات فقط تستهدف المال وليس لها ارتباط سياسي؟ هذا ما يمكن أن نفهمه من الأستاذ حسين الصوفي الناشط والصحفي من مأرب. حسين، ماذا لديك من معلومات حول هذه التجارة، تجارة المخدرات التي أصبحت منتشرة وبشكل واسع وخاصة تهريبها في المحافظات اليمنية؟ مساء الخير استاذ عبد الله لك وللدكتور عبد الباقي شمسان، وتحيه للدكتور على ما يطرحه وهو يعني استاذنا في هذه المجالات ويعني صاحب الشأن والتخصص. اما ما سالتم عليه وهو طبعا ما تطرح اليوم يعتبر موضوع حساس للغايه وربما يكشف عن البعد، ربما الحلقه الغائبه اليوم نتيجه المماطله الدوليه من محاوله ابقاء مساحة كبيرة للحوثيين حتى يتم العمل الذي ذكره الدكتور وأشار إليه في أوساط المجتمع. ما أشرت إليه وما سألت عنه أستاذ عبد الله تكررت هنا نتيجة يقظة الأمن وتتبع مثل هذه الأنشطة التي تعتبر دمار على المجتمع وأيضا على الدولة وتعتبر من الكوارث والجرائم التي وأيضا الأسلحة التي نشط بها الحوثيون منذ أول يوم للانقلاب. ولذلك اليوم الأمن يعني بين الحين والآخر يقبض على يعني كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات ويتعقبها بشكل محترف للحقيقة هنا في مأرب وفي الجوف. والخطير في الأمر أن هناك يعني كميات مهولة للغاية، يعني أحيانا حين يتم كشف يعني عربة من النوع الكبير يعني تم تكديسها وتم أيضا تغليفها بطريقة محكمة وتهريبها من حسين ما كان التهريب مصادرك في حول هذه المعلومات من أماكن التهريب وأين يتم إلقاء القبض على هذه الشحنات مثلا أو مصدرها من أين قادمة؟ حسب الكثير من الأماكن التي يتم القبض عليها الجهات الأمنية حينما تقبض على هذه الكميات يتم نشرها ونشر الصور وأيضا الإفصاح عن ببيانات مقتضبة للأمن هنا نتيجة يعني ربما لا يفصحون كثيرا عن أماكن قدومها مثلا في الجوف هناك مثلا في بعد العبر هذه منطقة واسعة ربما تلتقي يعني نتكلم عن من خارج اليمن بالأكيد هناك حديث عن المهرة هناك حديث عن المهرة هناك حديث عن سواحل حضرموت وأنها تأتي من إيران ومن باكستان. لديك معلومات بهذا الخصوص أم لا؟ بالتأكيد 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 يعني أغلب المصادر تشير إلى أن هناك يعني تجارة منظمة من خارج اليمن وكثير من هناك مثلا أحد الذي تم يعني إشارة لكثير من التجار المخدرات يعتبرون يعني متصلين بقيادة الحوثيين كانوا يعني يعملون على تهريب المخدرات من ميدي وأيضا من طريق صعدة وغيرها من نعم مهربي صعدة للسلاح والمخدرات منذ ما قبل حتى الحرب الأخيرة أنت انخرطوا في إطار الجماعة وأصبحوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات. لكن لماذا دائما الأمن لا يعلن عن أسماء المهربين مثلا؟ تتم الحديث عن إلقاء القبض على أعلنوا كثيرا يعني ولا يعلن أسماء. الأمن دائما في مأرب يعمل يعني الأمن يعمل باستراتيجيته التي ربما يعني أقصى ما يعمله الأمن هنا يعني هو مرتبط بوزارة الداخلية ولذلك هو يحاول أن يعلن يعني ما يرى أنه يطمئن المجتمع بأنه يقظ وأنه يعني لا يمكن أن يسمح لمثل هذه الكميات من المخدرات أن تدخل سواء إلى المحافظات المحررة أو أن تصل إلى لتجارها الأصليين مثلا في صنعاء وغيرها. وبالتالي أعتقد أنه يوازن بين هذه أما تجارها وغيرها فربما تحتاج إلى وقت كبير يعني تحقيقات تجري مع من يتم القبض عليهم وقد قبضوا على كثير منهم وهذا فعلا هناك أسماء وما تعلم بين الحين والآخر وأعتقد أنهم لا يوجد من يريد أن يتحفظ على أسماء المهربين لكن كما تعرفون أن هناك عصابات ذكية ومن عمل العصابات هذه محترفة
في مثل هذه الأعمال. نعم، عصابات منظمة وربما ذات شبكات واسعة، ربما حتى إذا لديها عمق اجتماعي. حسين، أبقى معي سأعود إليك. هذه المسألة، ارتباط المهربين بوجهات اجتماعية أحيانا لديها نفوذ اجتماعي، هو من تحميها، هو طبعا تعرف أن هذه الشبكات هي تتواجد في محافظات الأطراف، صعدة كانت مزدهرة فيها التهريب. أولا من غاية الأهمية التركيز على عنصر المخدرات في هذا التوقيت، لأننا أمام معركة في غاية الخطورة، ليس فقط عسكرية وليست سياسية وليست إنسانية، هي مجموعة من ضمنها هذه المخدرات والتعليم والشباب. بمعنى نحن أمام معركة شاملة. هناك رصيد للمافيا السابقة لدينا، هناك ما يسمى بوجود شبكة سابقة كان لها آليات للعمل، تهريب السلاح، تهريب المخدرات، توزعه في اليمن كترانزيت إلى آخره. الآن نحن أمام انفلات أمني وتعدد السلطات وتعدد مراكز النفوذ، أمام تعدد غياب الدولة وتعدد مراكز النفوذ ووجود جماعات إقليمية ومحلية لها مصلحة في تعميم المخدرات وفي استثمارها، نحن أمام خطر. لذلك السلطة الشرعية الآن يعني ينبغي أن تكون معركة المخدرات والحفاظ على الذاكرة الوطنية لدى الشباب من أهم التحديات التي لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية. لذلك لا نجحنا، يعني دعنا حتى نحلق شوي، لا نجحنا في استعابة الجغرافيا ولم ننجح في إيقاف التدهور الإنساني بفعل أنه أحد الدول الخليج تقوم بإعاقة إدارة الحياة اليومية، ولم ننجح في تسويق المظلمة اليمنية الحقوقية للخارج، ولم ننجح في الحفاظ على الذاكرة الوطنية خاصة في وجود ما يسمى بالمزاج اليمني القابل للتشظي في الهوية الوطنية. ونحن الآن أمام خطر قادم يتمثل بالمخدرات وما ستحدث لدى الشباب من انهيار قيمي. المجتمعات أثناء الحروب يتغير نسقها القيمي، وهذا في غاية الخطورة، تغير نسق القيمي. بالتالي عندما لا توجد خطة، ورئيس الحكومة يوم أمس يتحدث عن الوضع الاقتصادي ويتحدث عن الوضع الإداري دون، وهذا نوع من الدمار الشامل. يعني عندما تقول لا علاقة لي بالسياسة والأمن، يعني رئيس حكومة، إذا كان رئيس حكومة كان المفروض يكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والخدمة المدنية وخلصنا. لكن رئيس حكومة يعني برنامج سياسي، برنامج عسكري أمني وبرنامج الحفاظ على النشأ. نحن أمام الحوثيين يقوموا بتغيير الذاكرة الوطنية للشباب، معركة لتغيير الذاكرة الوطنية من خلال تغيير المناهج والتعبية. لدينا الآن معركة المخدرات، نحن الشعب العربي ليس فقط اليمني، كل الشعوب العربية 70% منها مجتهدة. شباب. بالتالي أنت إيقاف المدارس، إيقاف التعليم، تدهور المناهج المدرسية، المخدرات، تدهور الأحوال المعيشية، انقطاع المدرسين عن التزود بالعلم والمراجع والانفتاح عمل آخر لأنه ما فيش ظروف مادية، كل هذه العوامل إضافة ينضاف لنا مخدرات، نحن سنخرج من هذه المعركة أمام تدمير لكل ما اكتسبناه. إحنا اكتسبنا بعض المكتسبات من شبه الدولة، شبه المنجزات. الآن إحنا من هذا البرنامج يعني ننادي هذه الحكومة النائمة، ننادي كل النخب على أن يضعوا مكافحة المخدرات وتخفيف، وأيضا حماية النشء. يعني نحن بحاجة الآن مثلا على سبيل المثال سأربط حتى من هنا لدينا مثلا من المعاقين ومن الذين بتروا رجلهم، لماذا لا يتم من الآن الاستعداد بكم دفعة من علم النفس وعلم الاجتماع يستعدون في كيفية التعامل مع هؤلاء مع مصانع بناء الأطراف؟ لدينا المخدرات الآن، يكون لدينا كم دفعة من الآن، جامعة تعز، جامعة أبي إلى آخره، الجامعات تحت بعدن. سأعود إليك دكتور، لا نقصد نحن برنامج مهم وتفصيلي. نحن أمام معركة قادمة، نحن الآن نتحدث عن ظاهرة، الآن الأثر المحدث مجتمعيا خطير. هل نستعد لما يقول لك إعادة الإعمار، نعيد إعمار بناء، نعيد إعمار شوارع، نفوس، أو لدينا الإنسان خراب نفوس ومستقبل وشباب وأطفال؟ دكتور سأعود إليكم، أيضا أكرم البجيري الإعلامي من عدن. أكرم، أهلا بكم أخي أكرم. يبدو عدن من إحدى المدن أو من أكثر المدن تضررا من هذه الآفة، آفة المخدرات وأيضا الخمور. قبل أسبوع فقط مات أكثر من 40 شاب نتيجة تعاطي خمور مزيفة
أو نقول أنها رديئة. وهناك أيضا اغتيال للعقيد فضل صايل على أيدي مسلحين، وهو فضل صايل هو المسؤول المعني في إدارة أمن عدن بمكافحة المخدرات، يبدو أن الذين استهدفوهم عصابة من عصابات المخدرات التي باتت ربما ذات يد طولة في المحافظة أو المافيا. نعم أكرم، هل هناك إعلان من قبل الأمن عن العصابة التي استهدفت العقيد؟ الواضح أن مدينة عدن وما حولها من المدن المجاورة كأبين ولحج وغيرها من المدن، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، هناك استهداف مباشر لفئات في المجتمع، من ضمنهم فئات الشباب في هذا المجتمع. وهذا الاستهداف بدأ خاصة منذ بداية 2016، وكان هذا الاستهداف عن طريق المخدرات وانتشارها بشكل كبير جدا في أوساط هؤلاء الشباب وعبر مروجين، فربما الكثير من هؤلاء الشباب يعرفون هؤلاء المروجين. تمت بعد ذلك كثير من عمليات الاستهداف في كثير من هذه العصابات التي تروج بهذه المخدرات، وتم الإمساك بالكثير من هذه العصابات سواء كان على مداخل عدن في النقاط الأمنية أو داخل الأحياء في مدينة عدن. ريثما نسمع تلك الإعلانات عن القبض على تلك الخلايا التي تروج المخدرات أو تورد المخدرات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ثم ينتهي الخبر بعد ذلك. لا نعلم أين يذهب أولئك المجرمين، لا نعلم أين تذهب تلك الكميات الكبيرة بالأطنان التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الأمنية أنها إنجاز أمني كبير لقوات الأمن، لكن ماذا بعد ذلك الإنجاز؟ أين تذهب تلك الكميات الكبيرة من المخدرات؟ أين يذهب أولئك المجرمين؟ لا شك إلى حد هذه اللحظة لا نعلم أين مصير هؤلاء، لم يقدم هؤلاء إلى النيابة ولم يقدم هؤلاء إلى المحكمة بعد ذلك ليأخذوا جزاءهم الرادع الذي يستحقونه جراء ما يفعلونه. إذن أكرم، أنت تتفق أن المسألة أصبحت أكرم أن تتفق أن المسألة أصبحت ظاهرة، وظاهرة أكثر من خطيرة في عدن وأيضا المناطق المحيطة فيها؟ نعم، هي أصبحت ظاهرة، ظاهرة منتشرة. نحن لو نعود قليلا إلى ما قبل حرب 2015 كانت موجودة وبدأت تظهر نوعا ما، بدأ هناك تحالف بين خطباء المساجد وبين إدارة مكافحة المخدرات في إدارة أمن عدن، وكان هناك تناسق قوي جدا بين خطباء المساجد وبين رجال الأمن، وبالفعل كان هناك لجان مجتمعية شكلت لمحاربة الأفراد الذين يروجون المخدرات أو الذين يتعاطون لهذه المخدرات. نحن رأينا بعد حرب 2015 منذ بداية 2016 بدأ استهداف خطباء المساجد والمؤثرين، وكذلك رأينا بإفراغ مجتمع قبل يومين استهداف قائد إدارة مكافحة المخدرات. هناك استهداف ممنهج كبير، وأظن أن المسألة لا ترتبط بالحوثيين فقط، هناك عمل منظم ربما تقوم به أجهزة المخابرات كبرى تستهدف إغراق هؤلاء الشباب في هذا المستنقع الذي لو انزلق فيه كثير من الشباب ربما تؤدي إلى الكوارث. ورأينا كثير من عمليات إفراغ مجتمع وغيرها من الأمور، إغراق نعم على غرار يبدو على غرار مسألة الأفيون في الصين. أكرم البجيري شكرا لك، كنت معي من عدن. أعود إليك في سؤال أخير حسين الصوفي من مارب، وهل مارب تبدو أيضا يتم إغراقها بالحشيش والأفيون أم لا؟ نسمع في مارب عن عمليات من هذه الحالات تهريب، لكن هل هي منطقة عبور أم ربما منطقة أيضا استهلاك وإغراق؟ حسين السؤال ربما لك. المجتمع في مارب مجتمع متماسك، لا يزال أنه بعيد عن ما ذكر أكرم عن الحالة في عدن. هناك فعلا حالة مزرية في عدن، وهناك عمل ممنهج لهدم قلاع المجتمع كما ذكر الدكتور عبد الباقي شمسان، أن هناك استهداف لعقل الشباب وأيضا استهداف أيضا للجهات يعني سمح القول أن نقول أن السياجات التي كانت تحمي المجتمع من قبل من يذكرونهم بالله أو من يحاولون احتضانهم، لكن تم تهديم هذه أو السعي لتحطيم هذه الجسور والسياجات من أجل الوصول إلى تفكيك المجتمع في عدن يجري ذلك. أما في صنعاء فهناك يعني حدث ولا حرج، وكثير من الذين تم تأهيلهم من الأطفال هنا في الجبهات في مارب يتحدثون بشكل مباشر بأنهم أثناء الهجوم في الجبهات يتم إعطائهم نوعا من الشمة والبرتقال الخاص الذي لا يخلو من المخدرات، وهذا ربما اتفق
فيه الأطفال بشكل كامل، وأيضا من الحبوب التي يقولون أنها توقف النزيف وهي حبوب أيضا مخدرات بكل وضوح، قالها الأطفال وسجلتها كثير من العدسات الكاميرات. المجتمع في مارب ربما معافى من هذه الـ 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 لكن مارب تظل يعني من نشر المخدرات بين الشباب. نعم، ونتيجة نتيجة نعم جهود أمنية تماسك نوعية المجتمع تظل منطقة عبور كما ذكرت أستاذ عبدالله، لكن لا أعتقد أنها سجلت حالة مثل هذه. نعم. حسين الصوفي الصحفي والناشط الحقوقي من مارب، شكرا لك. دكتور، مسألة خطيرة، يقول أن هناك استهداف ممنهج لإفراغ المجتمع من حراسه الأمنيين، هناك استهداف لرجال الأمن وبشكل واضح وقتلهم في عدن، واستهداف أيضا لرجال المساجد، ويبدو أنه لا يبدو عمل عصابات فقط تروج المهدرة، ربما عمل ممنهج تقف وراءه دول. لا لا أكيد هو عمل ممنهج لإفراغ مجتمع ما، لإفراغ المجتمع ولإضعاف مشاركته السياسية وفاعليته، يعني يصبح مدمن مخدرات ويبحث عن اللذة المؤقتة ويترك العمل السياسي ويظل بعيد عن الشام العام. لكن أيضا دعنا لأن المسألة وطنية، الحديث عن اغتيال المسؤول المعني بالمخدرات يعني أن المسألة أصبحت مافيا منظمة لا علاقة لاستهداف خطباء المساجد بهذا الأمر، بهذا الأمر، لأنه خطباء المساجد متعلق بتعميم المذهب المدخلي وما يسمى السيطرة على الفضاء المسجدي لتعميم مذهب آخر، والذي هو غلاة الأمر، غلاة السلفية أيوة التي مدخلية جامعة، لأنه الذي يدمن على المخدرات لا يستمع للأذان ولا يتأثر بهذا الكلام، يصبح تحت ضغط المخدر. اثنين، على نحن الآن نشاهد كمية تحرق، وأنا أعتقد أنا ضد حرق المادة المخدرة، أنا مع وجود معمل جنائي لتحليل المواد ونوعيتها حتى نجد حلول بعد للمعالجات، نعرف ما هي الأنواع التي تدخل اليمن، نوعيتها، مكوناتها، كيفية علاجها، أيضا في نوع يمكن أيضا أن يحتفظ لأدوية إلى الخارج. هذا الحرق الوهمي ربما يحرق مجموعة وتظل مجموعة أخرى توزع عن للبيع. طريق المافيا للبيع، بالتالي ينبغي أن نتحرك على الأقل ما يسمى ب الكنتونات الجغرافية، بمعنى على قطاع مارب على الأقل كقطعة قبلية عليها أن تحصر المسألة وتحاصر وتضع إحصائيات وتصدر نوع المادة المستخدمة، كم الذين يتعاطون ترانزيت مش ترانزيت، ضبط المسألة في الجغرافية هذه، وهكذا في مدينة عدن، عدن، عدن أيضا علينا أن نضبط نوع المخدر، أنواع المخدرات، كم من الجماعة المنظمة. وفي حالة عدم حتى الآن نتحدث عن إلقاء القبض، أين الذين تم القبض عليهم؟ كيف كان محاكمتهم؟ أين دكتور إذا نحن أمام كلمة أخيرة في هذا المحور، سنذهب إلى المحور الثاني، أن مكافحة المخدرات أحد مدخلات إدارة الصراع وإعادة بناء الإنسان اليمني، ولا تقل أهمية عن المعركة العسكرية واستعادة الدولة، لأن هناك استهداف خارج لنا من دول الجوار بغض النظر عن مسميتها، دول الجوار مستهدفة سواء عن الكبتازون للحوثيين للأطفال للقتال أو المخدرات، أو لإبعاد الشباب عن الشام العام في مناطق الأخرى عن طريق دكتور شكرا لك. نذهب أعزائي المشاهدين إلى فاصل، ومن ثم نعود للمحور الثاني والحديث عن اجتماع قبائل خولان في مارب، والحديث عن أنها تدعم الشرعية، وأيضا إضافة بعض المطالب تطالب بها، فابقوا معنا.